يعبر الكثيرون من أبناء الوطن والمقيمين فيه عن حبهم له في يوم الوطن، وهذا ما قررت الكابتن ليلى صالح فعله بأن تقطع 91 كيلومتراً بدراجتها ذهاباً وإياباً في مدينة جدة، تعبيراً عن حبها للمملكة. والله سمعت على فريق سيدات إنه يمارسوا ركوب الدراجات، فحبيت إني أخوض التجربة وأجرب، فسبحان الله عجبتني الفكرة كما يعني فكرة مبدئية، فلما خشيت فيها الحمد لله توفقت طبعاً بتمارين فردية على الواجهة البحرية مدة شهر إلين ما تمكنت من ركوب الدراجة. بعد كده الحمد لله بدأت أنطلق، يعني مسافة بالبداية 30 كيلومتر. وبالرغم من أن الكابتن ليلى يمنية الجنسية، إلا أنها مثل العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية تشعر بالحب والامتنان لهذا الوطن المعطاء، فأرادت أن تقدم هذا العمل هدية لما تعتبره وطنها في ذكرى اليوم الوطني 91. أهني المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني 91، وبهذه المناسبة أنا يعني كمبادرة فردية مني أنا كدراج حبيت أني أنزل 91 كيلو، يعني أقطع مسافة 91 كيلو إهداء مني للمملكة. وتمارس الكابتن ليلى هذه الهواية منذ أكثر من سنة، وكانت البداية أن سمعت بفريق دراجات النسائي مما شجعها على الانضمام والبدء والتدريبات، حتى تمكنت من قطع المسافة الكبيرة والتي بدأت من الممشى الموازي للواجهة البحرية وصولاً إلى مدينة البحيرات، ومن ثم العودة في نفس الاتجاه بمجموع سير يصل إلى 91 كيلومتراً، لتحقق بذلك إنجازاً من ملايين الإنجازات الكبيرة والبسيطة من كل الفئات والأعمار، تعبيراً عن حب الوطن في يوم الوطن.